من كورسك إلى القرم، هل تغير أوكرانيا دفة الهجوم؟ صواريخ الأتاكامز والزوارق المسيرة تنطلق من أوكرانيا بطلب أمريكي، فهل باستطاعة روسيا صد هجمات على جبهتين؟ بينما تتجه الأنظار لجبهة كورسك، يبدو أن القرار صدر لفتح جبهة جديدة تهدد نقطة ضعف الرئيس بوتين شبه جزيرة القرم. شبكة CNN الأمريكية كشفت أن واشنطن تريد من كييف مهاجمة القرم بصواريخ أتاكامز أو بعيدة المدى على اعتبار أنها أراضي أوكرانية. هذا من وجهة نظرها، وقد هاجمت أوكرانيا جسر القرم أكثر من مرة سابقا عبر استخدام زوارق مسيرة وشاحنات تم تفجيرها. وبالفعل حصل كذلك، روسيا أكدت بأنها اعترضت ليلا 12 صاروخا أمريكي الصنع أطلقتها القوات الأوكرانية على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها موسكو في العام 2014. وكتبت وزارة الدفاع الروسية بالتليجرام أن وسائل الدفاع الجوي صدت الهجوم أو هجوم شن بصواريخ أتاكامز أمريكية الصنع أطلقت باتجاه جسر القرم، كما تعرضت أيضا لهجوم بزوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود. وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 5 زوارق مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم من مروحيات طراز 109 وK-29 أو 108 تابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود. طبعا المسؤولون الأوكرانيون أعلنوا أكثر من مرة عن نيتهم تدمير جسر كيرش الذي يربط شبه الجزيرة بمنطقة كوبان الواقعة في الجنوب الروسي، وهم يعتبرون بأنه هدف عسكري مشروع. ودعم ذلك مسؤولون أمريكيون بارزون في الإدارة الأمريكية الحالية، وهم يتوعدون منذ بداية الحرب باستعادة أراضيهم بما فيها القرم التي شهدت محاولات عدة، من بينها مهاجمة سيفاستوبول وتفجير أو محاولة تفجير جسر كيرتش. شبه جزيرة القرم اشتهرت سابقا لوقوع حرب القرم فيها في القرن 19، وظلت ذات أهمية قصوى في القرن 20 لاحتوائها أيضا على قاعدة بحرية روسية بغاية الأهمية، تعد الوحيدة من نوعها في المياه الدافئة، وهي مقر أسطول البحر الأسود الروسي. وبالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين، القرم ليست فقط مهمة استراتيجيا، وإنما يعتبرها سيد الكرملين جزءا لا يتجزأ من روسيا. القرم ليست مجرد منطقة استراتيجية مهمة، ليست فقط تاريخنا وتقاليدنا وفخر روسيا، القرم هي الشعب أولا وقبل كل شيء. من موسكو بنرحب بضيفنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول الدكتور عمار قناة. دكتور أهلا بك معنا في 9. لماذا الآن أمريكا تدفع أو تحرض أوكرانيا على يعني استهداف شبه الجزيرة بهذا الشكل؟ تحياتي سيدتي الكريمة. فيما يتعلق يعني فيها الهجوم على شبه جزيرة القرم وعلى الأسطول الأسود، هي لطالما كانت يعني عملية مستمرة منذ بداية تقريبا يعني العملية العسكرية والاستهداف، وخاصة يعني جسر القرم، ذلك يعني أنه يمتلك يعني رمزية يعني معنوية ورمزية ممكن القول يعني لروسيا وأيضا لسكان شبه جزيرة القرم، ولطالما كان عنوان يعني المرحلة بالنسبة للقوات الأوكرانية أو حتى للنظام السياسي في كييف. نحن الآن يعني أمام معادلة ممكن القول يعني تختلف عما كانت عليه في السابق، أو مرحلة أخرى من هذا الصراع. اليوم تكثيف هذه الهجومات، كييف بحاجة لها والولايات المتحدة أيضا لخلق يعني مادة إعلامية جديدة، وذلك بناء على ما رأيناه من إخفاقات يعني للغرب في تسليح أوكرانيا ودعمها في هذا الصراع. وهذا الصراع الذي تخوضه أوكرانيا هي ليست يعني تخوضه بناء على رغبتها، ولكن بناء على المعادلات الغربية وخاصة الأمريكية منها. هناك اليوم يعني قلق وتخوف في الداخل الأمريكي يعني من قبل إدارة بايدن، مع بايدن مع اقتراب الحملة الانتخابية. بس دكتور نحن نعرف أنه لربما في نوع من الارتباك، ولكن ماذا عن الداخل الروسي؟ اليوم في جبهة مفتوحة بكورسك، في الكثير من علامات الاستفهام حولها، وشبه جزيرة القرم معروف بأنه لربما هي من لا ما فينا نقول إذا بدك نقطة ضعف، ولكن عندها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين. وفي أيضا تساؤلات، وخاصة بعد استهداف سيفاستوبول منذ فترة وكان في قتلى مدنيين، إلى أي مدى اليوم فعليا قادر على، في حال كان في هجوم يعني شامل، على فتح أكثر من جبهة يتعرض فيها الروس للهجوم ويكونون في موقع الدفاع؟
فيما يتعلق في هذه المسألة يعني والربط يعني المسألتين هنا تختلف يعني تختلف تماما. فيما يتعلق في جسر أو في شبه جزيرة القرم، هذه المسألة مستبعدة، وذلك أن هناك يعني جبهات مفتوحة في خرسون وأيضا في زاباروجيا، فانتقال يعني المعارك إلى القرم تعتبر يعني من الأمور المستحيلة ولا منطقية في المرحلة الحالية. مش معارك ولكن عم بيقولوا، عفوا بس تنويه صغير، استخدام صواريخ الأتاكامز يعني صواريخ بعيدة المدى، مش بالضرورة يكون في معارك، ولكن توجيه هجمات صاروخية بهذا الشكل. نعم يعني أتوافق تماما، وهذه المسألة باعتقادي استفادت منها يعني روسيا كثيرا، وذلك من خلال تفعيل يعني أو استخدام الأسلحة الجديدة، وكانت بداية استهداف في شبه جزيرة القرم بالصواريخ الأوروبية ستورم شادو، واستمرت تقريبا يعني حوالي أكثر من شهر، ولكن يعني تعامل القوات الدفاعية يعني الجوية كان إيجابيا جدا. اليوم نحن أمام يعني السلاح الآخر الذي يستخدم في شبه الجزيرة أو ضد شبه جزيرة القرم للمرة الثانية أو الثالثة، وهذه يعني صد 12 صاروخا أتاكامز، هي تعتبر يعني أيضا نصر استراتيجي على الأسلحة يعني بمفهوم الأسلحة الغربية والأسلحة الروسية. لا أعتقد أن هناك يعني الكم الكافي وأيضا يعني الرغبة في إحقاق يعني نصر عسكري. المسألة مرتبطة بالمربعات الإعلامية لكييف وأيضا لواشنطن في هذه المرحلة الحساسة من هذا الصراع والذي بدأ يقترب إلى نهايته. وهنا ولو في عجالة يعني سيدتي الكريمة، يعني قبل تقريبا أقل من شهر كنا نستمع إلى تصريحات مغايرة تماما من زيلينسكي، وهي فيما يتعلق في الرغبة يعني في الموافقة على الشروط الروسية جزئيا العودة أو الاقتراب إلى طاولة المفاوضات، لكن الوضع يعني في الولايات المتحدة باعتقادي هو ما أدى يعني بكييف اليوم من خوفها من تخلي الولايات المتحدة بعد قدوم ترامب عن أوكرانيا. فلذلك المسألة اليوم يعني في نهاياتها في المعادلة يعني جزئيا العسكرية، لكن السياسية باعتقادي ستستمر حتى بعد الانتخابات الأمريكية. فلذلك نرى هذا يعني التصعيد والتسريع في كل عمليات سياسية أو عسكرية أو حتى يعني في المجال الإقليمي. تماما، يمكن سبقتني لربما في هذه الإجابة، لأنه كنت بسألك عن مستوى جديد من التهديد، أنه اليوم عندما تخرج ألمانيا، عندما تخرج بريطانيا، كندا وغيرها بالسماح، وأمريكا بالسماح لاستخدام أسلحتها في العمق الروسي، يعني هون إلى أي مدى هذا المستوى قابل أيضا للارتفاع خلال المرحلة المقبلة؟ نعم يعني هذه المسألة هي مثيرة يعني مثيرة للتساؤلات الكثيرة حول المواقف يعني الأوروبية، وهنا نعود بالذاكرة إلى الانقسامات داخل يعني المنظومة الغربية من حيث يعني هذا الصراع. أولا لدينا يعني المواقف الأمريكية البريطانية المتماهية، ولكن لدينا أيضا يعني الموقف الفرنسي والألماني. هناك يعني عبء يسمى بأوكرانيا على المنظومة الأوروبية بالذات، لكن يعني عدم وجود خيارات سياسية في المرحلة الحالية هو ما يدعو يعني هذه النخب من اتخاذ مثل هذه القرارات بتسريع يعني العملية العسكرية، وكلها باعتقادي يعني رهانات خاسرة أمام المعادلة الإقليمية، أولا المعادلة الإقليمية الأمنية الاستراتيجية وأيضا السياسية فيما يتعلق في مستقبل هذا الصراع. لطالما تحدثنا أن هذا الصراع لا يمكن يعني أن نعتبره صراع عسكري، بل هو صراع جيوسياسي ما بين روسيا والمنظومة الغربية، والارتباك أيضا يعني في المنظومة الأوروبية. لا ننسى يعني قبل تقريبا أقل من شهر التصريحات الرسمية من وزير المالية الألماني بتخفيض الدعم المالي في الميزانية القادمة لعام 25 لأوكرانيا للنصف. فلذلك هناك الكثير يعني من الأمور، هناك كثير من الإعاقات يعني في مسألة استمرارية دعم أوكرانيا بدون تحقيق يعني نتائج عسكرية على الواقع. راهنوا في المرحلة السابقة على الهجوم المضاد، ورأيناه يعني يتهاوى أمام الدفاعات الروسية. اليوم يعني لدى روسيا مخططات أخرى متعلقة بمفهوم المنطقة العازلة، وذلك لحماية الحدود. وما يجب
طيب هذه المنطقة اليوم، اعذرني ولكن أنا أيضا كنت بدي أسألك عنها اليوم، عندما نتحدث عن صواريخ بعيدة المدى، هذا بالتالي يعني منطقيا سيتطلب توسيع المنطقة العازلة اللي المفروض كانت موضوعة أيضا ضمن لربما الخطط العسكرية الروسية، أليس كذلك؟ نعم، وهذه اليوم يعني الأحاديث والتصريحات تخرج يعني من داخل المجتمع الروسي وأيضا يعني من قبل السياسيين بأن المسألة يعني وصلت إلى حد يعني أكبر مما كان هو متوقع. فاليوم حماية يعني هذه الحدود يعتبر من الأولويات لمنظومة الأمن القومية الروسية، وهذه البلدات يعني والقرى الحدودية لم يكن فيها تواجد عسكري ولم تكن جزء من الجبهات. عندما يتكلم يعني الرئيس زيلينسكي المنتهية يعني ولايته، هو يتحدث عن احتلال أو تقدم، أي تقدم يعني يتحدث عنه، هذه حتى يعني على مستوى يعني شرطي لا توجد في هذه المدن، يعني أفراد ممكن يعني من 10 إلى 15 فرد عسكري بإمكانه يعني احتلال بين قوسين يعني بلدة أو قرية بهذا الحجم على الحدود الروسية الأوكرانية. فلو نظرنا إلى الأفق الاستراتيجي لما يجري في منطقة كورسك وهذه المناطق الحدودية، فلا نراه يعني استراتيجيا نهائيا حتى على مستوى التكتيك العسكري. اليوم هناك خط دفاع روسي يتم القضاء يوميا يعني على أكثر من يعني يصل إلى من 700 إلى 1000 تقريبا عسكري أوكراني. فالمسألة يعني كما أراها منطقيا هي تتجه فقط إلى اللعب على المربعات الإعلامية لإخراج صورة جديدة جزئيا لابتزاز المنظومة الغربية وإقناع الداخل الأمريكي باستمرار تسليح أوكرانيا للوضع الصعب التي تمر به على جبهات خاركوف وعلى جبهات الدنباس. جزيل الشكر لضيف التاسعة الدكتور عمار قناة، ضيفنا من موسكو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول، شكرا لك.